حياكم الله مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير، اهلا ومرحبا فيكم في بدايه هذا الختام لهذه الجلسه مشاهدينا الكرام. وتابعنا معكم ضعف السيوله، واللي كان واضح منذ انطلاق جرس افتتاح هذه الجلسه سيوله ضعيفه مشاهدينا الكرام، كانت متراجعه جميع مؤشرات، لكن تباينت ايضا في اللحظات الاخيره من عمر هذه الجلسه، فارتد السوق الرئيسي وان كان ارتداد طفيف، لكن ايضا ما زال مؤشر السوق العام والاول بتراجعات. نتابع ان شاء الله تفاصيل هذه التراجعات وضعف هذه الجلسة مع الزميل عايد من استديوهاتنا في بورصة الكويت، وحياك الله أبو عبد الله. مساء الخير رائد، مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم. فعلا رائد، هناك ضعف شديد في حركه التداول، هناك ضعف في القيمه حتى هذه اللحظه، تباين المؤشرات الكل رافع ايده عن السوق، ولاحظنا ذلك من خلال بدايه الجلسه حتى هذه اللحظه، لذلك الامور مشاهدينا الكرام جدا سلبيه من ناحيه السيوله. نشوف معاكم مشاهدينا الكرام اللحظات الاخيره ووضعيه هذه الجلسه، اللي اعتقد انه ما راح يتغير شيء في هذه اللحظات، لان فعلا السيوله تحت 30 مليون وتسجل ادنى مستوى تسجلها السيوله حتى من خلال هذا العام. واضح مشاهدينا الكرام الضعف يكتنف كثير من الشركات، وخاصه الشركات القياديه والقطاع المصرفي. نذهب مباشره مشاهدينا الكرام لاخفارات المزاد ونشوف وضع السوق في هذه الجلسه، ونتمنى ان شاء الله ان يكون المزاد افضل حالا، لكن راح يبين معي في هذه اللحظات راح يتغير شيء ولا لا، راح يبين معي في هذه اللحظات. لذلك ننطلق سويه المشاهدين الكرام لهذه الجلسه، ودشينا الدقيقه الاخيره، خلينا نشوف دشينا الدقيقه اللي ما راح فيها تغيير للطلبات. نذهب مباشره المشاهدين الكرام والمخرج ونشوف الوضع العام اللي راح تقول اليه هذه الجلسه، ونامل التوفيق للجميع في هذه اللحظات. شوف معاكم مشاهدينا الكرام، الوطنيه تغير ولا لا؟ لا والله، الطلبات ضعيفه، العرض اكثر من الطلب، يعني ما راح ترتفع السيوله، بالكاد تصل 27 او 28، اذا وصلنا 28 يطيبنا يعني، لان قاعد اشوف فعلا هناك عروض اكثر من الطلبات، هناك عروض اكثر من الطلبات في هذه اللحظات. اشوف الوطني ما في طلبات قويه جدا، العرض اكثر من الطلب، الخليج كذلك بضعف شديد، الدولي كذلك بضعف واضح، والله جميع بيتك كذلك، يعني هناك ضعف مشاهدينا الكرام لمعظم الشركات دون استثناء، والتراجعات راح تكون حليف هذه الجلسه، مشاريع كذلك راح تفقد بعض المكاسب، تذهب الى استقرار الامتياز باستقرار عقارات الكويت كذلك مشاهدينا الكرام، اربع فلوس ارتفاعا، الصناعات الوطنيه ثلاث فلوس تراجعا لحد الان، واليوم ضغط بيع على صناعه الوطن، يمكن تراجع اكثر، يمكن تتراجع اكثر، لان قاعد اشوف العرض اكثر من الطلب في هذه اللحظات، وباجي دقيقه وشوي، باجي دقيقه وشوي، الكيبلات كذلك تتراجع مشاهدينا، يمكن تعدل شويه، تعدل تخلص بعض الخسائر، لكن راح تتم في المنطقه الحمراء. بوبيان بتكماويات من الفلوس تراجعا، القرين مستقر في هذه الجلسه حتى اللحظه، لكن ممكن يذهب المنطقه الخضراء القرين بتكماويات. اجيليتي فلسين تراجعا، وزين فلسين تراجعا، وهيومن سوفت على استقرار في هذه اللحظات، وممكن يرتفع اكثر، يمكن يرتفع هيومن سوفت، يمكن يرتفع هيومن سوفت، اي صفقه راح يكون ارتفاع لهيومن سوفت. الافكو المتراجع فلس في هذه اللحظات ممكن يكون صد دخول ويرتفع في نهايه الجلسه. الاهلي المتحد البحريني راح يذهب الى المنطقه الحمراء، هو حاليا على استقرار، ونلاحظ بعض الشركات الاخرى مشاهدينا الكرام، وكذلك بعد الاهلي المتحد البحريني عندي وربا مستقر، ميزان باربع فلوس ارتفاعا، ما راح يتغير شيء، والله ما راح يتغير شيء لكثير من الشركات، متكامله كذلك مشاهدينا الكرام، ما تغير شيء، ممكن يذهب للاستقرار في شركات، ممكن لان ما في عروض، في شركات ما في عروض حتى اللحظه. قاعد اشوف انا عربي غابضه حاليا وضعيتها جيده، عربي غابضه في هذه اللحظات يطلب 302 35000 والعرض 299 31000، لكن سوف يعني يرتفع اكثر، يرتفع اكثر عربي غابضه. بعض الشركات لا والله قاعد تتراجع اكثر لحد الان، الغانم 855 يعرض 888 8000، العرض اكثر من الطلب كذلك بالنسبه للغانم. بعض الشركات الاخرى مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات، واللي قاعد نشوفه وضعيه جدا سلبيه، وضعيه جدا سلبيه لكثير من الشركات في هذه الجلسه. التحصيلات في المنطقه الخضراء ما راح يتغير شيء، والمشتركه كذلك لن يتغير شيء، والله ما في تغييرات، ما في تغييرات لاكثر من شركه. ضعف شديد مشاهدينا الكرام على اكثر من الشركه، وقاعد نشوف فعلا الضعف شديد في هذه الجلسه. يعني حتى السيوله ما راح تكون سيوله قويه جدا، ما راح تكون هناك سيوله قويه جدا، انفست 122 ما راح تغير شيء، معروض 120 21 يمكن يتراجع اكثر، ممكن جي اف اتش، جي اف اتش في طلبات افضل، لكن العروض كذلك في عرض، لا والله في عرض بالحد الادنى 1,027,000، في عروض مشاهدينا الكرام على كثير من الشركات في هذه اللحظات، ولا عربي غابضه كذلك يعرض بالحد الادنى اكثر من الطلب، يعني في عروض صارت، في عروض صارت على اكثر من شركه، لذلك في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام اتوقع جميع المؤشرات تذهب الى المنطقه الحمراء.
كثير حتى مؤشر السوق الرئيسي صاعد فلسين حاليا، اعتقد انه راح دشينا اللحظات الاخيره مشاهدينا الكرام، دشينا اللحظات الاخيره وما راح يتغير شيء في هذه اللحظات. واللي قاعد نشوفه استهلاكيه كذلك تعرض بالحدود الدنيا، عرض كبير جدا 866 وراح تفقد بعض المكاسب، يعني تراجع فلسين استهلاكيه في هذه اللحظات، تراجعات واضحه مشاهدينا الكرام، تراجعات واضحه لاكثر من شركه. تراجعات واضحة على أكثر من شركة في نهاية هذه الجلسة، وأعتقد الوضع السلبي للوطنية الدولية القابضة كذلك نفس الحال، ما راح يتغير شيء. كامكو لن يتغير شيء، فلس ارتفاعا، وأعيان لن يتغير شيء بتراجع فلس. والله عروض كبيرة جدا، في عروض على كثير من الشركات مشاهدين الكرام، وقياب صناع السوق واضح، غياب صناع السوق واضح مشاهدينا الكرام في هذه الجلسه. الكويتيه لا راح ترتفع اكثر، الكويتيه راح ترتفع فلسين، 156 راح تكون الكويتيه الاستثمار. واللحظات الاخيره ما تغير شيء في هذه اللحظات، قاعد يزيد الطلبات على بعض الشركات، لكن لن يتغير شيء مشاهدينا الكرام في اللحظات الاخيره، لن يتغير شيء في اللحظات الاخيره لاكثر من شركه. الوطني العرض زاد، والخليج العرض زاد، الخليج زاد العرض لكن زاد الطلب. الخليج زاد الطلب، تظل شركة لحد الآن الخليج بطلبات جدا ممتازة. الخليج في هذه اللحظات زاد الطلبات، كذلك الدولي لا ما راح تغير شيء. برقان العرض أكثر من العرض والطلب تقريبا العرض كبير جدا، الطلب 72,000، يعني ما راح تغير. ها هو اللحظات الأخيرة مشاهدينا الكرام لأكثر من شركة مشاهدينا الكرام في نهاية هذه الجلسة. السوق الرئيسي لا والله يعني الثواني الأخيرة من الجلسة صار الإقفال في الثواني الأخيرة، ولكن السوق الأول فقد كثير من المكاسب، والسيولة 28,400,000، يعني صعدنا صعود مشاهدينا الكرام حوالي 1,700,000 في نهاية هذه الجلسة. وقاعد نشوف فعلا هناك ضغط بيعي صار على الشركات القيادية، لذلك الشركات القيادية تراجعت أكثر في هذه الجلسة. الوطني تراجع، الخليج، الدولي، برقان، بيتك، الاستثمارات الوطنية، يعني أغلب الشركات القيادية تراجعت تراجعات كبيرة جدا في هذه الجلسة. ويتوقع مشاهدينا الكرام يعني ان شاء الله الباكر بعد باكر نتعدل الامور للافضل، لان قاعد نشوف فعلا السيوله اختفت تماما عن السوق، واختفاء السيوله هذا لا يعني ان شاء الله يكون يعني ايجابي في الفتره القادمه، يعني يكون هناك دخول ثاني للسيوله على كثير من الشركات وخاصه الشركات القياديه. اللي قاعد اشوفها ضعف واضح مشاهدينا الكرام، حاليا في شراء، خلينا نشوف الشراء اللي موجود في هذه اللحظات، وكذلك نرصد المؤشرات في نهايتها، والسيوله هل ترتفع ولا لا؟ هل توصل 30,000,000 ولا لا؟ راح يبين معي في هذه اللحظات، لذلك اكمل حديثنا مشاهدينا الكرام عن اقفالات هذه الجلسه، ونذهب سويه الى اقفالات أول جلسات هذا الأسبوع، الجلسة السلبية في هذه اللحظات، والجلسة اللي فقدت فيها السيولة بصورة كبيرة جدا، وذهبت أين؟ الكل لا يعلم أين ذهبت السيولة أمانة، يعني فعلا هناك غياب لصناع السوق في صورة كبيرة جدا. السيولة حاليا 28,600,000 للسيولة. طبعا أقفل الجي اف اتش بإقفال جدا طيب، دخول قوي جدا على جي اف اتش، دخول جيد على جي اف اتش، أنفس 122، الوطني دينار 62.6 فلوس، الخليج الكميات المتداولة ضعيفة للغاية، كميات ضعيفة للغاية. الدولي فلس، برقان تراجع أكثر فلوس، بيتك فلس، بوبيان يستقر، استثمارات وطنية 5 فلوس. المشاريع طبعا أغلب الشركات مطلوبة على إقفالها، أغلب الشركات مطلوبة على إقفال. الصناعات الوطنية لا معروضة، المباني 809 مطلوبة، المباني أعتقد اجتماعهم باكر. عقارات الكويت اليوم من أفضل الشركات تداولا، لاحظ بوبيان كيماويات مشاهدين الكرام 8 فلوس، وزين 3 فلوس تراجعا، هيومن سوفت 19 فلس تراجعا، الجزيرة 45 فلس. الجزيرة بعد أن اخترقت حاجز الدينار ردت مرة ثانية تحت مستوى الدينار، الأهلي المتحد البحريني بفلس تراجعا معروضا، ميزان بأربع فلوس ارتفاعا متكاملة على تراجع، البورصة 8 فلوس تستمر البورصة الأسبوع الثاني على التوالي بشراء الجيد. الغانم فلسين اليوم أفضل تداوله 2,000,000، أفضل من الأيام الماضية بالتداولات جدا جيدة للغانم. أما بالنسبة للبنوك فعندي اليوم التجاري نتائج مالية مميزة، صعودة فلسين، الأهلي على تراجع، المتحد فلس، أجوان والكويتية والخصوصية في المنطقة الخضراء، وكذلك عمار فيما تراجع دلقان والعيد، وارتفع الساحل فلسين، البيت وأرزان على تراجع الأولى كذلك بتراجع مشاهدين الكرام، الخليجي بتراجع 6 فلوس، أعيان بفلس، أصول فلسين ونص، كامكو بفلس صعودا، ووطني الدولي القابضة كذلك بفلس، واكتتاب بارتفاع، تراجع لصكوك، ارتفاع لنور، آسيا بارتفاع فلسين فاصلة 6، آسيا فلسين فاصلة 6، وصعود قوي جدا لآسيا في هذه الجلسة، دولات قياسية لم تشهدها آسيا من فترة طويلة، 5,743,000 لآسيا. راسيات كذلك على استقرار، الخليج للتأمين على تراجع، الوربة للتأمين بارتفاع الإعادة كذلك بارتفاع، نلاحظ مشاهدين الشراء على جي اف اتش، شراء على جي اف اتش في هذه اللحظات.
الصالحيه العقاريه 3 فلوس، تبديل العقاريه 4 فلوس، سجال 12 فلس، تراجع المصالح عربيه عقاريه، الانماء العقاريه، جازات العقاريه، جميع هذه الشركات بتراجع، تجاريه باستقرار، سنام بارتفاع، عيان العقاريه، العقاريه بارتفاع، تجاره على تراجع، تعمير بتراجع، منشات بتراجع، مدينه الاعمال ترتفع فلسين فاصلة واحد، منازل بارتفاع، مراكز كذلك بارتفاع، لكن السفن 12 فلس اليوم تفقد مستوى 700 فلس السفن، اسمنت الكويت كذلك بتراجع، اللي قاعد اشوفه مشاهدينا الكرام سكب كذلك بتراجع، اسكو بفلس صعودا في هذه الجلسه، الصلبوخ بارتفاع، استهلاكيه تراجع فلسين مطلوبه، يعني وصلت اليوم 128 استهلاكيه اللي فقدت كثير من كاسب حوالي 5 فلوس. يعني اعلى قيمه وصلت ل 128 واخفالها ب 125 وتراجعت بصوره واضحه، استهلاكيه واربع كابيتال، فنادق ب 10 فلوس، سينرجي تعليميه، البتروليه، عربي قابضه 4 فلوس ارتفاعا، مركز سلطان المتراجع في هذه الجلسه، اريد كذلك 13 فلس، الرابطه فلسين ونص صعودا، لاحظ بترق الف المتراجع، بيت الطاقه، التحصيلات 8 فلوس، ايفا فنادق تتبع فلس ونص مطلوبه. إيفا فنادق مطلوبة فلس ونص، المشتركة تراجع 3 فلوس، النخيل بارتفاع، تراجع لمشاعر وكذلك أولى وقود في منبرد ومنتزهات في المنطقة الخضراء، فيوتشر كيد 7 فلوس ترتد بعد تراجعات يوم الخميس الماضي، جياد كذلك بارتفاع، الفجيرة فلس ونص، الأبيض والغابضة المصرية على تراجع، لكن جي اف اتش بصعود فلسين، صعود فلسين لجي اف اتش بدار 56 مليون، انفست فلس صعودا، اس تي سي 3 فلوس، لاند العقاريه وجي تي سي في المنطقه الحمراء، السيوله اعتقد انها يعني لحد الان ما وصلت ل 30 29 مليون. وباقي ثواني معدوده مشاهدينا الكرام، ونشوف اللحظات الاخيره بس للسيوله، بس هل توصل ولا ما توصل؟ ما اعتقد راح توصل، ما تسكرنا خلاص. 28 مليون 984، تراجع السوق الاول 31 نقطه، وتراجع السوق العام 20 نقطه، فيما ارتفع السوق الرئيسي 7 نقاط، يعني التباين هو عنوان لهذه الجلسه مشاهدينا الكرام، في ظل ضعف شديد لحركه التداول وكذلك ضعف شديد للسيوله، نامل ان شاء الله مشاهدينا الكرام في جلسه الغد ان يعكس السوق اتجاهه، ونشوف التداولات اكثر ايجابيه وسيوله اكثر من هذه السيوله، ونتمنى التوفيق للجميع وكل الشكر لك رائد ولمشاهدينا الكرام. يعطيك العافية وكل الشكر لك أبو عبد الله. إذا المشاهدين الكرام هكذا كان ختام جلستنا لهذا اليوم، مثل ما أشرنا ضعف السيولة كان واضح وكان انعكاس سلبي على السوق بشكل عام، على السوق الأول وأيضا على السوق الرئيسي رغم محاولة التعديل في اللحظات الأخيرة من عمر هذه الجلسة. هناك أيضا كثير من الشركات القيادية تراجعت في جلسة اليوم، وأيضا السوق الرئيسي أيضا بعد بعض الشركات اللي كانت نشطة واللي دائما ما تعاكس السوق في مسار. دعونا نأخذ يعني نظرة على السيولة تحديدا وهي الأهم في هذه المرحلة، وعن جلسة اليوم مع ضيفنا من داخل الاستديو مدير عام معهد الدراسات الاقتصادية والمالية الأستاذ فهد الصقر. حياك الله أبو مشعلي، أهلا مرحبا فيك. حياك الله أبو فهد، رحب فيك ورحب أخواننا المشاهدين. حياك الله، أهلا وسهلا. تعليقك على جلسة اليوم قبل أن نذهب إلى موضوع السيولة واللي تدرجت يعني من 80 مليون قبل فترة إلى وصلنا إلى ما دون حتى 30 مليون في جلسة اليوم. نعم، يعني واضح أن الجلسة اليوم ضعيفة جدا، يعني من بدايتها ولاحظنا السيولة كانت يعني وايد ضعيفة، أضعف من الأيام نهاية الأسبوع الماضي لحد ما وصلنا هذه التنبيه. يعني لو رجعنا بس فقط قبل أسبوعين، يعني مو الأسبوع الماضي، الأسبوع اللي قبله، كنا تداولاتنا بمعدلات حوالي 70 مليون. بدأنا الأسبوع الماضي في بداية بعد العطلة كنا حوالي 88 مليون، وبدأنا أخذنا الموضوع تنازلي واستمر مع بداية هذا الأسبوع، فنزلنا من حوالي 88 اليوم تحت 30 مليون دينار كويتي، وهذا يعني نزلنا أكثر من 60% من القيمة تقريبا المتداولة خلال فقط يمكن 5 جلسات. هذا لا يعطي إشارات إيجابية، بس واضح أن هناك لا يوجد هلع، لا يوجد فعليا بيع على اسعار منخفضه، فانا اعتقد يعني لا تزال السوق في حذر، ولكن يعني التخوف من المساهمين او المضاربين بشكل واضح على الاسهم ان كانت القياديه او حتى في السوق الرئيسي. هل هذا يدفع او دفع بعض المراقبين للسوق خاصه المتداولين والسخان المتداولين انه والله شعور نوعا ما من قريب ومن بعيد انه والله في ضحية تصريف، مثلا من فترة كان مرتفع السيولة الآن لا تراجعت، إلى أي مدى هذا الشعور قوي أو موجود أو يشعر في بعض المتداولين وتعليقك؟ سؤال ممتاز. يعني أنا تعمدت أقول قبل أسبوعين كانت تداولات معدلاتها يعني أسبوع كامل معدل 70 مليون، وكان بداية الأسبوع 88 مليون الأسبوع الماضي. هل نعتقد أن هذه 6-7 جلسات كانت فيها نوع من التصريف، ارتفاع أو كفيلة بالتصريف، وكان فيها نوع من التصريف
اللي ما نراه الان في الاسبوع الماضي او بدايه يعني تسلسل الاسبوع الماضي وبدايه هذا الاسبوع، احتمال تكون هناك عمليات مضاربيه وكانت عمليات تصريف واضحه خلال ذيك الفتره، ولكن انا اتوقع يعني بعد ما وصلنا اليوم اقل من 30 مليون ممكن نشوف تحسن في جلسه امس الغد، يعني ممكن نشوفه فوق ال 30 مليون، اذا شفنا هكذا او وصلنا ل 40 مليون في جلسه الغد هذا يعطي اشاره احتمال يكون الاسبوع تصاعدي، اذا نزلنا في اليوم الغد حتكون عندنا عمليه فيها نوع من الربكه بالسوق. ممتاز. هناك شركات ايضا يعني شفنا عليها تماسك خاصه بعد الجمعيات العموميه، ايضا شفنا عقارات الكويت اليوم مشاريع يعني غيرها من الشركات اللي نشوفها دائما تعاكس، اليوم ايضا عاكست بصوره واضحه. تعليقك على سهم عقارات الكويت وايضا غيرها من الاسهم اللي ارتدت وارتفعت اليوم. نعم، يعني يفترض يعني الناس تنتبه ان عندنا شركات دائما تمشي نسميها عكس حركه التداولات. وهذه يعني شركات معروفه دائما نشوفها في الخمسه المرتفعه او على الاقل في الخمسه المرتفعه في موقع بورصه الكويت مقابل نزول معظم السوق. هذه دائما نشوفها بشكل واضح، ولكن المسار العام كلهم باتجاه هابط. يعني المسار العام اتجاه هابط ولكن المعاكسه خلال من جلسه الى اخرى هذه موجوده. كذلك عندنا معطيات ايجابيه لبعض الشركات، عندنا شركات مقدمه على اعلان بيانات ماليه احتمال تكون جيده واحتمال تكون في توزيعات ارباح. المشاريع على سبيل المثال عندها الدمج مع الجرين بتروكيماويات، فعندنا امور ايجابيه كثيره بالسوق، ولكن فعليا الحذر هو اللي عامل تحجيم لحركه التداول. نتيجه هذا الاستحقاق المنتظر اللي ينتظر ايضا ملاك هذا السهم، هل سيستمر نفس السيناريو اللي استمر فيه بيتك والي متحد مع فارق التشبيه بين قطاع مصرفي وغيره؟ هل الشعور او حتى الارتداد او حتى التفاعل سيكون بنفس الوتيره ام مختلف؟ لا، انا اعتقد مشاريع والقرين الامور حتكون اسهل كثير ما مرت في تجربه بيتك مع اهل المتحد. هذا البنكين من دولتين مختلفتين وبنوك كبيره، اليوم هذول مجموعه واحده وهناك في توافق، اعتقد حتكون العمليه سهله، حتكون ابسط بكثير مما عليه في بيتك. هناك في يعني اندماجات اخرى اعتقد قادمه، ولكن اتوقع حتكون اسهل بكثير عندما تنتهي اندماج بيتك والاهل المتحد، حنشوف العمليه وايد ان شاء الله ميسره على جميع الاندماجات القادمه. ممتاز. جي اف اتش ايضا نشط فيها خلال هذه المرحله اللي تتراجع فيها مؤشرات السوق، نجد ايضا نشاط واضح علينا، نجد ايضا الطلب يزيد مع فتره المزاد. تعليقك على ظروف ايضا و يعني حركه وسلوك جي اف اتش في هذه المرحله؟ واضح ان عمليه هناك في عمليات مضاربيه عاليه جدا، ولاحظنا في الاونه الاخيره شراء اسهم الخزينه اللي كان واضح خلال يمكن شهر ونص الماضي في اعلانات الافصاحات لهذا البنك لهذه الشركه، واضح ان هناك في عليه تداولات، ولكن كان هناك تداولات يعني عدينا ال 200 مليون في الاسبوع الماضي وكانت تداولات عاليه جدا، وبعدها شفنا السهم نوعا ما يتراجع نسبيا، ولكن عمليات مضاربيه يعني بحته. نتوقع يعني كذلك للسهم احتمال لاهداف اكثر ما هو عليه الان في هذه الفتره. ممتاز. من الاسهم الصغيره او المضاربيه المتوسطه في السوق الرئيسي عندنا سهم البيت، يعني كمثال سهم البيت اول اسهم اللي ارتدت بشكل واضح وهي قد تراجعت من دون 100 فلس شيء كثير، لكن عادت مره اخرى الى الارتفاع او حتى تقليص الخسائر. تعليقك على سلوك سهم البيت وايضا الاسهم المشابهه لمستوى سهم البيت؟ يعني ما نقدر نقول اسهم مشابهه للبيت، يعني مر في تجربه اعاده هيكله الشركه بشكل عام بعد الدمجه مع شركه الامان، بعدها تخفيض راس المال، فاعاده الهيكله هذه كلها يعني اثرت على حركه التداولات وتخفيض راس المال، شاهدنا القفزه بعد تخفيض راس المال والتعديل اللي صار عليه، وبعدها بدا ياخذ وضعه يعني الحركه الطبيعيه. فانا اتوقع هيكله راس المال اللي حدثت خلال هذه الفتره هي اللي اثرت في حركه التداولات في ذيك الفتره اللي قفزت الاسهم الى فوق ال 100 فلس. لكن الرد هو من 110 فلوس تقريبا رد الى 70 فلس تقريبا. هذا صحيح. اي فهو كان هذا متاثر بهذا. طيب ماذا عن باقي الاسهم الصغيره اللي لم ترتفع حتى الان؟ حظوظ السوق الرئيسي من المرحله المقبله كيف تقيم ابو مشعل؟ انا اعتقد السوق الرئيسي حيكون يعني الخاسر الاكبر خلال المرحله القادمه، خاصه بوجود
عدم وجود سيولة، عدم وجود نسبة دوران وعمليات مضاربية، وهذا كان شهدناها تقريبا من بداية سنة أبو فهد. يعني إذا رجعنا حق السوق الرئيسي كان عليه ضعف تقريبا من بداية سنة إلى الآن، يمكن ينشط في جلستين ثلاثة، ولكن بشكل عام لو أخذناه من بداية السنة إلى الآن فعليا السوق الرئيسي كان مغيب من حركة التداولات والمضاربات، وكان التركيز على السوق الأول بشكل كبير جدا. ممتاز. هل البيانات المالية الخاصة مع الشركات اللي محملة بأرباح وبأخبار إيجابية ممكن أن تعكس جانب إيجابي مشرق في على المؤشرات في المرحلة المقبلة؟ أعتقد يعني عندنا أمور إيجابية كثيرة بالسوق، ولكن المعطيات الخارجية، الموضوع الجيوسياسي لا يزال مؤثر علينا، موضوع التضخم ضاغط علينا ولكن بشكل كبير جدا. المعطيات غريبة اليوم، عودة الطيران يعني الآسيوي بصورة شاملة وكاملة، يعني هذه كلها معطيات إيجابية سياسية. صحيح، هناك في حتى المؤشرات، يعني حتى البطالة، مؤشرات التوظيف، في مؤشرات كثيرة إن كانت في أوروبا أو في أمريكا لا تزال مؤشرات تعطي يعني شيء من الإيجابية بشكل كبير جدا. عودة كثير من الشركات إلى الربحية من بعد أزمة كورونا، وصل التوظيف إلى نسبة العادة الطبيعية ما قبل كورونا في أمريكا، هذه كلها مؤشرات إيجابية أن فعليا الأمور جيدة، ولكن التخوف من الركود أكثر من التضخم في هذا الحال، لأنه واضح أن هناك في تقارير تشير أنه وصلنا إلى أقصى قمة التضخم، ولكن الركود ممكن يصل من حوالي سنة إلى سنة ونص، ممكن يأثر على الأسواق العالمية، ممكن تزيد الأسعار. فأعتقد اليوم أي تطورات قادمة يعني من ناحية الركود أو من ناحية الموضوع الجيوسياسي الروسي والأوكراني ممكن يأثر على مستوى العالم على الحركة التداولات. ممكن نشهد ارتفاع أيضا لسعر الفائدة آخر في هذا العام؟ نعم، هناك في جدولة في يعني بأمريكا على الأقل هناك يعني رؤية برفع الفائدة من جديد، ولكن هم يراقبون حركة التضخم وحركة الركود عشان يقررون إذا ما كان هناك في رفع للفائدة من جديد أو لا. إذا شاف الموضوع أعتقد يعني فيها نوع من الاستقرار، حتكون يمكن رفع الفائدة بربع نقطة أو احتمال لن يكون هناك في رفع فائدة. ولكن بشكل عام يعني خلينا نروح الجانب الإيجابي، كثير من الأمور الإيجابية في سوقنا معطياتها إيجابية. نلاحظ أن السيولة الأجنبية في السوق الأول والشركات القيادية بنسب قاعد ترتفع تقريبا في معظمها، هذا شيء هذا إيجابي. بيانات المالية قطاع المصرفي مرتفعة فوق تقريبا 50% من بيانات مالية، فهذا شيء إيجابي. الشركات بدأت توزع أرباح كذلك، هذا يعطي دفعة للمستثمرين ومبشر بخير. فأمور هناك كثيرة إيجابية، وأتوقع الربع الثالث حتكون بيانات مالية إذا ما استقرينا في هذه الحركة، الربع الثالث حتكون بيانات مالية أفضل مما كانت عليه في الربع الثاني بإذن الله. يعطيك العافية، كل الشكر لك الأستاذ فهد الصقر مدير عام معهد الرصاد الاقتصادية والمالية، شكرا جزيلا لك. الشكر أيضا موصول لكم مشاهدي ومتابعي برنامج المؤشر، نلقاكم إن شاء الله على خير ونتابع معاكم ثاني جلسات هذا الأسبوع في يوم الغد، يتجدد اللقاء معاكم. دمتم بكل خير وإلى اللقاء.